نظمت جمعية زراعة الكلى والكبد وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في مديرية خورمكسر بعدن للمطالبة بصرف مخصصات الأدوية. ونشد المرضى وزير الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بسرعة صرف مخصصات الأدوية الخاصة بزراعة الكلى والكبد إسوة ببقية المحافظات. ويعاني مرضى الكلى والكبد في محافظة عدن بفعل غياب الأدوية وارتفاع أسعار بعضها في الأسواق المحلية. نحن نحتاج أمام منظمة الصحة العالمية إلا أنهم وعود في وعود، وعود تلو العود، وإن جابوا كمية قليلة ويجيبوها رديئة مثل ما هو اليوم متواجد داخل البرنامج الدوائي وداخل الصيدلية، علاج صيني أو كوري رديء. لهذا نحملهم المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات تقرأ للمرضى. وزارة الصحة وقفت عنا العلاجات لفترة، وبعدها استأنفت صرف العلاجات بطريقة عشوائية، بطريقة أكياس شمة. الكيس داخله 5 حبات، 6 حبات، 10 حبات، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، وبدون صلاحية انتهاء، بدون علم اسم الدواء، اسم العلاج، نوعيته. هذا من بعد غسيل الكلى، يعني تخزق الوريد مياع الدم لداخل الجسم. الإبرة حقه ب10,000 ريال، يعني كل يوم إبرة، منو بيجيب لي 300,000 بالشهر؟ يعني إذا جيت أنا أدور علاج البروجراف ب45 الباكيت، استخدم من ده 4 ومن ذاك 4، السبسيت ب75، من بيجيب لحنا؟ من بيقم معانا؟ داخل عدن هنا غير متوفر الدواء، والأدوية غالية جدا، قد تصل في الشهر إلى 400,000 ريال يمني حق شهر، والمريض ياخذ هذه الأدوية طول العمر علشان تبقى العملية على ما هي عليه. ليش في صنعاء متوفر والأدوية الممتازة وبكل أنواعها والجرعة المناسبة إلا في عدن؟ إيش نحن مش بشر هنا وإيش؟